طيب، يقول: ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في المدينة، وهذا أمر مستحب بالإجماع. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة بالإجماع، بل ليس فقط قبر النبي بل كل القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور بشكل عام مستحبة بإجماع أهل العلم، وقبر النبي من باب أولى، فهو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، فيستحب للمسلم إذا كان في المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني وهو شد الرحال لقبر النبي، الإنسان يسافر لأجل القبر، يسافر لأجل القبر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذه المساجد التي يجوز أن يشد لها الرحال، أماكن عبادة، أماكن يشد لها الرحال قربة لله تبارك، لا يجوز، لا يجوز يسافر الإنسان لمسجد في مصر أو في قطر أو في السعودية أو في السودان، لا يجوز أن يشد الرحال إلى مسجد. لكن يشد الرحال لصلة رحم هذا أمر مشروع، يشد الرحال لطلب علم هذا أمر مشروع، أما لأماكن لذاتها هذا ليس إلا لثلاثة مساجد فقط. فلا يجوز شد الرحال لقبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت زيارته لمن ذهب إلى المدينة تكون مستحبة. إذن من وجد في قلبه يعني حرصا وحاجة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل النية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يسافر لأجل المسجد، الصلاة هناك بألف صلاة، فيذهب ويصلي هناك ثم بعد ذلك يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويزور قبره صلوات ربي وسلامه عليه. إذن المفرق بين الزيارة وبين شد الرحال للزيارة. والبعض يعني بعض العامة يبالغ في هذا الأمر، حتى أنه أخبرني أحد الإخوة يقول: سافرنا مرة إلى العمرة فعطفت على خادم عندنا فقلت له: تذهب معنا إلى العمرة، نريد نذهب إلى العمرة وإلى المدينة إن شاء الله تعالى، تريد تذهب معنا؟ هو من بنغلاديش، قال: تريد تذهب معنا؟ فرح، قال: نعم أريد أن أذهب. قلنا يقول: نحن اثنان وهو ثالثنا. يقول: فذهبنا فعلا وأخذنا عمرة وخرجنا من مكة نريد المدينة. يقول: نحن تو طلعنا من مكة نمسك المدينة، ولا يقول لي صاحبي: إيش رأيك لنا؟ كان خل المدينة سفرة ثانية، أنا نرجع الكويت، مو لازم نروح المدينة. قلت: ها بهواك؟ قال: لا خلاص الكويت مرة واحدة. قلت: يلا غيرنا الطريق رجعنا الكويت. هذا الخادم يسمع فكلمني قال: بابا. قلت: نعم. قال: ما في مدينة؟ قلت له: قال ليش؟ قلنا: بس يكفي مكة تكفي. اللي يقول: لازم مدينة. قلنا: لا مو لازم مدينة، عمرة بس مكة، مدينة مو لازم. واللي يقول: لا لازم، عمرة خراب، عمرة خراب، ما في مدينة عمرة خراب. يقول: أنا قاعد أحاول أقنعه. قلت: لا لا، العمرة مو خراب، عمرة صح إن شاء الله تعالى، والمدينة زيارتها مستحبة لكن ليست من أجزاء العمرة يعني. قال: لا قبر الرسول لازم. قال: آه أنت ما تبي المدينة بعد تبي القبر. طلع ما يبي المدينة بالقبر، قال: لازم قبر الرسول، قبر الرسول عمرة خراب، ما في قبر الرسول ما في عمرة خراب. قال: والله انكسرت خاطر بغيت أروح المدينة يوم أنت كل شيء يقول حين قفلت ما في. قال: لازم قبر الرسول. قال: ما في قبر الرسول. الكويت. يقول: والله العظيم من مكة للكويت هو يبكي وسبنا وتضايق منا. عمره خراب، عمره خراب لين وصلنا الكويت. يقول: فالقصد ان هذا الكلام لا شك انه جهل، هذا يدل على ان كيف ان بعض علماء السوء طيب او المخطئين من اهل العلم كيف يعني الذين يعتقدون شد الرحال للقبور جائز خاصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف دخل هذا الأمر إلى قلب هذا الرجل حيث أنه ربطه بالعمرة وأن العمرة لا تصح بدون زيارة قبر النبي
صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من الباطل. فالعمرة شيء وزيارة مسجد النبي وقبره شيء آخر.